بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أخواتي في قناة ليندا ياسمين للطبخ. اليوم حضرت لكم طاجين السلق بالجاج، يعني اللي يجي في قمة الروعة. تبعوا الفيديو للنهاية باش تشوفوا كاع مراحل تحضير هذا الطاجين. ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو، أبوني باش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي، وفرجة ممتعة. نجوزو مباشرة المقادير تاع هاد لي بولات بالسلق والدجاج مرحي. عندي هنا البطاطا السلق من النوع رقيق، نقيتها وغسلتها مليح وفورتها، يعني ربطة صغيرة ماشي كبيرة بزاف، هاي ليك الكمية اللي مدت لي. عندي طرف تاع الدجاج هادو، نديرهم هكا زوج مرصاوات، نديرهم في لاصوص، وصدر حنا رحي باش ندير به لي بولة تاع السلق. عندي هكا كمشة حميصة طيبة نديرها مع الاخر. عندي حبة طماطيش وحبة بصل وراس تاع الثوم مسكرفجين. عندي لي زيبيس، فلفل كحل، فلفل حمر، شوية سكنجبير، ملح والزيت. وعندي تابل خاص، هذا تابل خاص بالدجاج ندير منه شوية، كل ما يكون عندي طياب هكا بالدجاج ندير شوية من هذا التابل، يعني تجي به لاصوص بنينة ما شاء الله. وبالنسبة لي بولة تاع السلق نحتاج بصل وثوم، نقوليك شوية ماشي بزاف، حبة بيض، شوية تاع لا شابلوغ، عندي مادنوس. دوك نبداو على بركة الله باش نطيبو لاصوص، من بعد نجوزو لي بولات ان شاء الله. بسم الله. هاكا ندير حوالي 4 مغارف تاع الزيت على حساب الكمية، تقدري تزيدي تقدري تنقصي ولا كان كانت الكمية صغيرة. ندير الحبة تاع البصل، ندير هنا زوج طرف تاع الدجاج، نديرهم هكا يتقلاو كيف كيف. دوك يتقلى لي مليح البصل مع الدجاج، نزيد الحبة تاع الطوماطيش، نزيد ثاني الكركسة هذه اللي نحيت لها البلون هذاك باش نلحيه، نديرو هكا مع تطلق البنة ثاني. دوك ندير الفلفل الكحل، ملح، شوية زنجبيل، مليح يجي بنين مع الدجاج. وهذا تابل خاص ثاني بالدجاج، ندير منه شوية. نزيد الثوم، نزيد نص مغرف فلفل عكري، عندي هنايا نص مغرف طماطيش مصبرة، نفتحها هكا شوية شوية تاع الماء. دوك نخليها هكا تزيد تقلى شوية، في تقلى الدجاج في التوابل مليح، من بعد نمرق. نوليك دوك تقلى لي مليح الدجاج مع التوابل، دوك نمرق.
دائما كما العاده بالماء سخون، ما نديروش الماء بارد. كيفاه تخلص ما قلينا مليح اللحم ولا الدجاج، ما نديروش الماء بارد هكا باش تجينا الماكله بنينه. الله الله، هكذا دوك انا نخلي الدجاج حتى يطيب. كي نحيه ندير الحميصه وليبوله تاع السلق اللي راح نوجدهم. دوك نجوزو باش ندوز الليبوله تاع السلق بالصدار تاع الدجاج مرحي، ندير عليه عندي بسم الله، ندير الثوم، عندي شويه تاع الثوم، نقولوا نص حبه بصل صغيره مسكرفجه، ندير معدنوس، هذه كميه مليحه تاع معدنوس، ندير هكاك حوالي ثلث مغارف تاع لا شابلور، ولا خصني نزيد، نزيد الحبه تاع البيض، هذه دوك ندير التوابل، ندير عليه الملح، شوية فلفل كحل، شوية فلفل عكري ماشي حار بيان سور، اللي يحب يدير الحار يدير الحار، يعني تجي مليحة يجو ملاح لي بولات هكاك يجو شوية حارين. عندي هنا نص مغرف مارغارين باش يجونا لي بولات شويه طويين. بسم الله، دوك نستعمل يدي باش نحرك على المكونات هذا كيف كيف. هكا جاني شويه جاري، نزيد شويه تاع لا شابلور هكا زوج مغارف ونشوف. كان زيت مغرف ندوك هكا خلاص. دوك هكا بسم الله نبدا نكون لي بولات تاعي تاع السلق، هكا نديرهم هكذا بهذا الحجم. يعني ساهل باش نكوروهم هاوليك. انا نحبهم هكا متوسطين، ماشي كبار بزاف ماشي صغار. كل اخت كيفاش تحب، صغار ولا كبار، كل واحد دير كيما. يعني يجو بنان ما شاء الله بلاصوص تاع الدجاج، فيها الحميصه وفيها لاصوص بالطوماطيش تاع الحبه ودار تاع الكونسونطري، يعني تجي لاصوص بنينه ما شاء الله. هاوليك دوك الدجاج راهو طاب، نحيه بسم الله. هاوليك لاصوص ماشي بزاف، قسم يطيبوا لي لي بولات تاع السلق. ندير الحميصه خاطرش قلت لكم راهي طايبه، تكمل برك شويه مع السلق. هكا دوك ندير لي بولات تاع السلق يطيبوا كيف كيف مع الحميصه. Thank you.
كاذو نعلق عليهم ونخليهم يطيبون. نوريك دوك الطاجين تاعي راهو طاب، لي بوله تاع السلق كيف كيف. دوك ما بقى لي غير نزيد له هكا رشه خفيفه تاع فلفل كحل باش تبقى البنه هذيك تاعو. نزيد شويه معدنوس هكا من فوق، ونطفي عليه. بعد نولي لكم باش تشوفوا في طبق تقديم ان شاء الله. راني وليت لكم بعد ما طاب الطاجين بالسلق والجاج، يعني جا في منتهى الروعة. درت لي بولات تاع السلق بصدار تاع الدجاج، رحيتو يعني جا روعة. ودرت فيه لاصوص ثاني، درت مرصاوة تاع الدجاج ودرت الحميصة. انا ندخل هكا في الاطباق تاعي الحميصة، خاطرش بزاف ما يبغوش الحميصة، هكا ندخلوها في بعض الوصفات، خاطرش كاين اللي تقول باللي الحميصة نديرها غير في الطعام، يبان لا لا لازم هكا ندخلوا الحميصة في الاطباق تاعنا. نتمنى انه يعجبكم ان شاء الله وتجربوه. واللي هكا عندها افراد العائله الله يبارك في الدار وطبق يعني باش يجي زاكي، زيدوا له هكا شويه تاع الفريت مقطعه هكا مربعات، يعني توالم بزاف معاه، سورتو مع لاصوص هكا كي تجي خثره وتجي بنينه ما شاء الله. نتمنى انه هذا طبق يعجبكم وتجربوه وتنجحوا فيه ان شاء الله. ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو، ابوني باش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي، والى الملتقى ان شاء الله.